لسه كنا بنتكلم عن الجهود الخاصة بالتنمية في شمال سيناء، ويمكن كتير اتكلمنا في الملف ده. صحيح أهالينا في سيناء كانوا محرومين من التنمية لسنين طويلة، وطبعا المشاكل الكبيرة اللي واجهتهم بسبب الإرهاب وأوضاع طبعا معيشية صعبة، فعشان كده الدولة كانت بتسابق الزمن علشان تقدر إنها تحقق التنمية، لأنك بتتكلم على مكافحة الإرهاب مش بس بالسلاح لكن كمان بالتنمية، وإنك تقدر توفر حياة كريمة الناس هناك، ويعني تعمر سيناء بالبشر. المقدمة دي اللي بقولها لحضراتكم ليها علاقة بالملف ده وبخبر مهم حصل النهاردة، لأن النهاردة وزير الزراعة السيد القصير كان موجود في احتفالية متعلقة بتوزيع العقود المؤمنة للمنتفعين بالأراضي الزراعية في شبه جزيرة سيناء. الاحتفالية دي حضرها عدد من المحافظين، شيوخ وعواقل سيناء، نواب البرلمان، وبعض من قيادات القوات المسلحة والشرطة، طبعا ده تنفيذا لتكليفات السيد الرئيس. وزير الزراعة في كلمته النهاردة قال إن سيناء ما شافتش تنمية قبل العشر سنين اللي فاتت، وكان في كمان ارتفاع في تكاليف التنمية، وكمان بسبب وجود الإرهاب الأسود اللي كان دايما بيعوق التنمية وبيعوق حياة الناس على أرض سيناء الطيبة. خلونا نتابع تفاصيل أكتر ونفهم إيه طبيعة العقود المؤمنة وإيه اللي حصل النهاردة. معانا على التليفون دكتور محمد الشحات، رئيس الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة. مساء الخير يا دكتور محمد. مساء الخير يا فندم. مساء الخير. يا أهلا وسهلا دكتور محمد، يعني فهمنا بقى تفاصيل أكتر، إيه اللي حصل النهاردة، إيه موضوع العقود المؤمنة، طبيعتها، وجه الاستفادة منها إن شاء الله. والله فندم، واستكمالا للمقدمة الجميلة اللي سيادتك قلتيها في الأول بالنسبة للتنمية في سيناء، فعلا طبقا لتوجيهات فخامة الرئيس والقيادة السياسية ومعالي وزير الزراعة ولجنة التنمية في سيناء، اللي احنا نقوم بتحرير العقود المؤمنة على كل المساحات المنزرعة ومشاريع وزارة الزراعة الموجودة في سيناء. من المعروف ان سيناء منذ 10 سنين او من 2014 المساحة كانت المنزرعة لا تتعدى 102 فدان، زادت دلوقتي لحوالي 285 فدان مزرعين، يعني نسبة 100. لا تاني الرقم كده يا فندم، الأول كانت كام؟ المساحة المنزرعة في 2014 كانت 102 ألف فدان. أيوة. دلوقتي وصلت 285 ألف فدان بزيادة ممكن نقول 176%، دي حاجة غير متوقعة. تمام. بالإضافة إلى مشروعات جديدة توصل حوالي 500 ألف فدان، اللي على أساسها إحنا عملنا محطة المحسمة، وعملنا محطة بحر مصرف بحر البقر. المحطات دي هتضيف حوالي 600,000 فدان، يعني يفضل يكون الإجمالي إن شاء الله 677 أو 680,000 فدان هيكون إن شاء الله داخلين خطة الزراعة إن شاء الله. المشاهد كلها لما اتعملت من مش بدون تخطيط، لا اتعملت تخطيط، وكان على أساس إن إحنا نعمل البنية الأساسية الأول. يعني إيه البنية الأساسية الأول؟ إن أنا أعمل شبكة تمد هذه الأرض بالمياه، وعشان أعمل شبكة تمد الأرض بالمياه لازم يكون عندي شبكة طرق بتمثلي في الأنفاق، الطرق والمواني البحريه والمواني الجويه ومطار رفح ومنار رفح الجوي. بنيه تحتيه. بنيه تحتيه كامله بحيث تمهد وتخلي المستثمر يروح يستثمر في هذه الاراضي، واهل سيناء كمان يستمتعوا بحريه الحركه والتنقل بين المساحات المنزرعه على شتى انحاء سيناء. المساحات اللي كان بصدر العقود النهارده حوالي المساحه 230,000 فدان، منهم 150,000 فدان في موجودين في شمال، موجودين في سهل الطينة وربعة، مثال الطينة وجنوب الأنطرة وشرق السويس. المساحات دي كلها منذ عام 1996 لم يحرر لهم عقود مؤمنة، إنما كانوا واضعين يدهم على الأرض، ونظرا للظروف اللي مرت بها سيناء من الإرهاب الأسود والفترة اللي من 2014 قبل 2014 أدت إلى عدم تحرير عقود في هذه الفترة السيئة. في الحقيقة القيادة السياسية كانت يعني حازمه جدا في هذا الموضوع، وقالت لازم يكون في عقود مؤمنه، وضع قانوني مستقر نضمن حق المواطن في الارض اللي قاعد عليها اللي بيزرعها، لازم يكون معاه صك يحميه، ملكيه لازم يكون في علاقه بين المالك بين المالك اللي هو صاحب الارض والدوله، عشان يكون في علاقه موجوده. العلاقه دي لازم يكون في عقد. كان زمان العقود بتعمل عقود بيضاء، عقود ورقيه، من السهل تزويرها، من السهل التلاعب فيها، من السهل تغيير ملامح العقود.
لكن انشانا من خصوص دوله انشاء مجمع الوثائق المؤمنه. المجمع ده بيصدر عقود ورقيات يعني من الصعب جدا جدا تزويرها، لانها معموله بتقنيه عاليه جدا جدا وحرفيه عاليه جدا، من يعني من الصعب جدا ان احنا نخترق هذا. والاستفاده بقى حضرتك بتقولي طبعا يكون يعني هو امن ومعاه ورقه. انا اقول لسيادتك، انا جاي لسيادتك في الموضوع. اتفضل. العاده عشان اللي يستفيد اللي لازم يكون هو ده بقى الخدمات اللي هتتقدم له بعد كده بقى. بالضبط. لازم ان عشان المواطن يحصل على خدمات من الدوله لازم يكون معاه وثيقه، الوثيقه ديت هو العقد على التملك الموجود، لازم يكون مع بدون عقد مش هيحصل على المزايا اللي الدوله تقدمها. المزايا اللي بتقدمها له لما يكون معاه اول حاجه يحصل على كارت الفلاح. كارت الفلاح ده بيتيح له الحصول على الاسمده، الحصول على مستلزمات الانتاج، مستلزمات التشغيل. العقد ده بيضمن له التعامل مع البنوك وخاصه مع البنك الزراعي للاستفاده من حزمه المزايا اللي بيقدمها البنك الزراعي في خصوص مشروع البترول، مشروع ال 5% الري الحقلي وهكذا يعني. تمام. الحقل العقد ده بيسهل له اجراءات تكوين جماعات زراعيه عشان يقدر كل كيان تدافع عن حقه. العقد ده بيسهل له اجراء حاجه اسمها تكيانات تسويقيه، اللي هو المنتج بتاعه المحصول بتاعه يسوقه ازاي؟ بدل ما كل واحد يسوق منتج بنفسه يعمل كيانات، الكيانات دي بتساعد على التسويق. تمام. طب الوضع اتفهمت؟ معلش خاطر الوقت يا فندم دكتور محمد، الوضع بالنسبه احنا سلمنا قد ايه؟ باقي قد ايه؟ يعني قول لي بالارقام. بص يا فندم، احنا عند يكفي اقول لك بس ان المنطقه دي فيها لا يقل عن 15,000 مستفيد في الثلاث مشاريع دولت. تمام. احنا تقريبا فيها عندنا 2000 عقد قبل كده استلموا، وفي 1200 مطبعين جاهزين. والحمد لله استلم النهارده كبكوره عشان نجذب الناس اللي هي تيجي تسلم تيجي تمضي على عقود. تمام. يعني حوالي 300 عقد بس دي يعني ايه اللي هو البكوره اللي عشان الناس تيجي تتوقع العقود، لكن العقود معموله جاهزه في الهيئه العامه للتعمير. اذا الهيئه العامه للتعمير هي المسؤوله عن هذا الملف تماما، وزاره الزراعه المسؤوله هي اللي بتقوم بتحرير العقود، بالتوقيع على العقود مع المنتفعين، تحصيل الاصاب، تسهيل الاجراءات عن طريق الهيئه العامه للتعمير اللي موجوده في وزاره الزراعه. تمام يا دكتور محمد، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. دكتور محمد الشحات رئيس الهيئه العامه للتعمير والتنميه الزراعيه بوزاره الزراعه.